بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم
وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا ونجعل له أندادا وأسر ندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم.